السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتم مني ان انا اعمل لكم مقارنة ما بين تشات جي بي تي وما بين بينج. احنا عارفين ان بينج دلوقتي عندهم نفس الخدمة بتاعت تشات جي بي تي. طب لما هي عندي موجودة، ويعني طبعا انت لازم تقدم وتتحط في الويت ليست، هفترض خلاص انا بقت عندك زي ما هي موجودة عندي على الشمال هنا، طب انا ليه ما استخدمش تشات جي بي تي بدل بينج او العكس؟ في الفيديو ده هقول لك ايه هي اهم الاختلافات ما بين الاثنين. يلا بينا. حاجة يعني من خلال المنظر اللي انتم شايفينه كده بيبان لي على اليمين ان تشات جي بي تي بيحتفظ، ها، بيعمل لي سيفنج للموضوعات بتاعتي، ودي حاجة جميلة جدا. لكن للأسف على الشمال بينج مش هيحتفظ بأي حاجة. بينج انا لو جيت هنا على الشمال بضغط اهو، بروح للبحث العادي اللي كلنا عارفينه، تضغط على كلمة شات تروح بقى هنا للشات اللي انت شايفه ده، لكن مفهوش حاجة بنفس الفانكشن بتاعة تشات جي بي تي. بينج مجاني تماما ومن غير ما سجل من خلال بقى رقم هاتف والحاجات اللي احنا عارفينها دي. لكن على اليمين هنا بلاقي ان في حاجة اسمها بلس، اهي upgrade to plus، يعني عندهم خدمة في تشات جي بي تي $20 في الشهر للي حابب لمزايا اكثر. فيما بعد ان شاء الله بعمل لكم مقارنة، بس مش دلوقتي خالص، ما بين تشات جي بي تي العادي والبلس. طيب، عيب قاتل في تشات جي بي تي الا وهو انه للاسف ما بيعرفش اي حاجه بعد 2021، بينما على الشمال هنا بينج بيعرف كل حاجه زي العفريت. الاثنين سالتهم نفس السؤال اللي هو ماذا تعرف عن زلزال تركيا وسوريا الذي وقع منذ عده ايام، وحددت له عشان بقى ما يهرجش ويجيب لي حاجه قديمه، قلت له نحن في شهر فبراير 2023. كتبت السؤال هنا وهنا. على اليمين المسكين تشات جي بي تي اللي ما بيعرفش اي حاجه بعد 2021، وكان شخص فقد الذاكره ووقف عند 2021، قال لي عذرا لم يحدث اي زلزال كبير في تركيا او سوريا في شهر فبراير 2023، بيقول لي لا انت اكيد بتقصد اللي حصل في 2016. على الشمال شوفوا بقى الروعة. هنا على الشمال اولا جاب لي يعني التفاصيل بدقة، التاريخ، قوة الزلزال بمقياس ريختر وكل حاجة. ومش بس كده، بينج فيه حاجة مش موجودة بصراحة في تشات جي بي تي، الا وهي ان هو بينهي كلامه بسؤال يعمل فولو اب، يتابع معايا، بيجر مني كلام تاني علشان اناقشه اكتر. بعد ما جاوب راح يقول لي هل تود معرفة المزيد عن الزلازل؟ ومش بس كده، ده بشكل منمق بيجيب لي مجموعة نتائج اللي انتوا شايفينها كده عن الزلزال، وتحت خالص بيقترح 3 اسئلة. فبصراحة فيدي يكسب، حقيقة روعة. فيعني هي دي اهم الاشياء اللي في وجهة نظري انا بتميز بينج والاشياء اللي بتميز تشات جي بي تي. وجيت هنا عملت لكم مقارنة ما بين كل النقاط بين جي بي تي وبينج. لكن قبل ما اكمل حابب اقول لكم ان كريس ديرنبرجر المعروف في مجال التسويق بالعمولة عن طريق اليوتيوب النهاردة اعلن عن الكورس بتاعه واتيز ريليست خلاص الحمد لله. كورس تسويق بالعمولة بيستخدم فيه احدث الاستراتيجيز بقى في التسويق بالعمولة. هو بصراحة ناجح في الموضوع ده من زمان وانا اعرفه بقالي سنين حقيقة. لو انت حابب تتعلم بجد موضوع بقى التسويق بالعمولة، ومش بس كده تاخد مني انا كمان كورس التسويق بقى بتاعي انا، تسويق بالعمولة بالعربي، هو كورس بتاعه بالانجليزي، فانا ارشح ليك هذا الكورس بصراحة مش هتندم. والجميل في الموضوع ان انت ليك 30 يوم، لو مش عاجبك رجع فلوسك واحتفظ بالكورس بتاعي. يا جماعة لازم تتعلموا تاخدوا ريسك، المجازفة ريسك. امال انت ازاي عايز تبقى الكلمات الرنانة انا عايز ابقى انتربرنور، عايز ابقى يوتيوبر، عايز اشتغل في الافيليت ماركتينج، وانت مش قادر تاخد خطوة ان انت تجرب حاجة عشان هي $13 وهتعلمك احدث التقنيات في المجال، ولو مش عاجبك هترجع فلوسك. فيعني لو مش قادر تاخد الخطوة دي، لا، يبقى روح اشتغل على ارض الواقع، ومش عيب ومش غلط، روح اشتغل على ارض الواقع، اي وظيفة على ارض الواقع، وسيبك بقى من الموضوع ده. اللي انا بس حابب اقوله بقى خلاص انا كده خلصت كلامي عن موضوع التسويق بالعمولة. ارجع تاني لهذه المقارنة. هنا بالنسبة لبينج اول حاجة التسجيل لا يتطلب ابدا رقم هاتف، فقط بالايميل. نتائج البحث زي ما شفنا حديثة ولله الحمد ومتجددة، اتكلم معايا عن الزلزال الاخير. طب التسجيل وشروطه، يجب التسجيل في قائمة انتظار اللي هي الويت ليست، وبعد كده بيبعتوا لك على الايميل، طبعا لازم يكون @hotmail.com، وتبدا تشتغل على طول بدون اي مشاكل، يعني ما فيش وجع دماغ بتاع بلاد معينه والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. بيتابع معاك زي ما انا شرحت لكم بالسؤال اللي هو بتاع الفولو اب، ودي حاجه روعه، طبعا بيدعم اللغه العربيه. اما النقطه الاخيره، للاسف لا يحتفظ بنتائج البحث،
اما هنا لو جينا على تشات جي بي تي هلاقي بقى ايه العكس، هنا بيحتفظ زي ما انتم شايفين، طبعا يدعم اللغه العربيه ايضا، ما بيتابعش. طبعا هنا لازم رقم تليفون زي ما احنا عارفين، بس بمجرد ان انت تسجل على طول بتقدر تستخدم تشات جي بي تي، مش زي بينج لازم بقى انتظر والويت ليست والكلام ده. طبعا من اسوأ الاشياء فيه ان هي نتائج البحث بتتوقف عند 2021، بينما بينج بيجيب لك اللي انت عايزه. لكن موضوع 2021 ده احنا بنتغلب عليه بالويب اكسس، باللي هو الاكستنشن ده اللي اسمه ويب تشات جي بي تي. بمجرد ان انا اضغط هنا كده اخضرت اهي، خلاص انا كده بالنسبه لي جي بي تي بقى شغال زيه زي بينج، يجيب لي اي معلومه. اما النقطه الاخيره بقى اللي هي ايه، للاسف غير متاح لكل الدول، ولازم موضوع بقى في البدايه في التسجيل في بي ان ورقم هاتف سواء كان امريكا او اوروبي على حسب. لكن حتى دي الطريقه انا شرحها بالتفصيل هنا في اللينك ده، انا هسيب لكم طبعا الرابط انتم شايفينه ده هسيبه لكم، وهنا تقدر تضغط وتعرف ازاي تسجل في تشات جي بي تي. ده اللي انا حبيت اقوله، هي دي المقارنه يعني بنقاط واضحه وصريحه، وهو ده الكورس اللي انا حبيت اكلمكم عنه. ولو عايزين تبداوا في مجال التسويق بالعموله عن طريق اليوتيوب، مش هتعمل حاجه، لا هتسجل بنفسك ولا الفويس اوفر بتاعك ولا حتى السكريبت انت اللي تكتبه، كل حاجه بالتفصيل مشروحه، والراجل ده نتائجه معروفه منذ زمن طويل، هو شغال من 2013. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو، يا رب يكون مفيد ليكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.